ثانية بعد أن صدر حكم بحقها بعد 35 يوما من التحقيق والتعذيب داخل أقبيته، يحكم عليها بالاعتقال الإداري، هذا الاعتقال المرفوض دوليا، هذا الاعتقال التعسفي، الاعتقال الإداري الآن أصبح يجري على أسرانا الأردنيين. يحكم على الأسيرة البطلة الحرة هبة اللبني بخمسة شهور إداريا. لماذا؟ فقط لأنه يريد أن يتحدى، يريد أن يتحدى الأردن. لا معنى لغير هذا، لا معنى غير هذا، يريد أن يتحدى الأردن، يريد أن يتحدى الأردنيين. فما الداعي أن يحكم على أسيرة لم يثبت أي إدانة بحقها، أسيرة ومواطنة أردنية لم يثبت أي إدانة بحقها، يقوم بتحويلها وحكمها بالاعتقال الإداري. الأسير عبد الرحمن مرعي الذي اعتقل أيضا ومورست عليه أساليب التحقيق والتعذيب في أقلية التحقيق الصهيونية، وعندما لم يثبت شيء بحقه أيضا يتم تحويله إلى الاعتقال الإداري ويحكم لمدة 4 شهور، وهو مصاب بمرض السرطان وأهله في قلق كبير على صحته وحالته. الأسير محمد عبد الفتاح مصلح ذهب في زيارة وهو ينتظر الحافلة على موقف كأي مواطن، جاءه الجنود وطلبوا هويته لأنه لم يفهم لغتهم، قاموا بضربه، عندما حاول أن يفر من الضرب قاموا بإطلاق النار عليه، وفوق هذا يتهمونه بأنه يريد طعن الجنود الصهاينة، أطلقوا النار عليه بدم بارد ويتهمونه بأنه يريد طعن الصهاينة. وهكذا 22 أسير أردني الآن في سجون الاحتلال الصهيوني، 7 منهم محكومون بالمؤبد، هؤلاء محكومون بأحكام مبالغ فيها. نعم أسرانا الأردنيون يعانون في سجون الاحتلال، أسرانا الأردنيون يحتاجون منا إلى وقفة جادة، يحتاجون منا إلى موقف، إلى سند، حتى يعلم الاحتلال أن الأسرى الأردنيين ليسوا وحدهم. الإفراج عن الحرة هما اللبدي وعن الحر عبد الرحمن مرعي. نترككم الآن مع سعادة النائب طارق حوري فليتفضل مشكورا. الله يمسيكم بالخير جميعا. بداية هبة مقاومة قبل اعتقال، وهبة موقفها من محور المقاومة واضح وصريح، وهذا سبب رئيسي من أسباب اعتقالها. لو لم تكن مقاومة وداعمة لمحور المقاومة كان ما كانت موجودة. ثانيا، يعني الحكومة الأردنية اللي وقعت اتفاقية وادي عربة، اتفاقية الذل، أنا متأكد إنها عاجزة وستبقى عاجزة عن فعل أي شيء في موضوع أسرانا في سجون الكيان الصهيوني. إحنا ما بدنا نحكي عن الكيان الصهيوني لأنه عدو ومعروف شو هو ومعروف اتجاهاته ومعروف إجرامه. إحنا مشكلتنا معه مشكلة وجود، مشكلة وجود أزلي، لكن أنا برأيي إحنا مشكلتنا الرئيسية مع حكومتنا اللي بتسكت على وجود، كما سمعت الرقم من الأخ، 22 أسير وسجين أو محكوم في السجون، في سجون الكيان الصهيوني. أنا مستغرب إنه حكومتنا الحريصة على هذا الكيان مش خايفة على أعضاء السفارة
سفارة الكيان الصهيوني في الأردن. يعني المفروض تتحرك إذا مش عشان هبة اللبدي وباقي الأسرى، تتحرك عشان موضوع موظفي السفارة، سفارة الكيان الصهيوني اللي بتلوث الأراضي الأردنية الموجودين في الأردن. وأنا واثق إنه هبة إذا عجزت الحكومة الأردنية عن إخراجها سيكون لها حصة ضمن محور المقاومة، المحور الذي تدعمه وتقف إلى جانبه. وشكرا لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. لم أكن لأسمح لنفسي بالوقوف بينكم ولا بالكلام عن هبة إلا لأكون قد قدمت قبل هذه الوقفة شيء، فقد تواصلت مع وزير الخارجية عندما كان مسافراً قبل أسبوع 10 أيام تقريباً، وكتبت له رسالة كان هذا مضمونها بالنص: مساء الخير معاليك، يقبع في سجون الاحتلال بلا حق ولا تهمة شابان أردنيان، أحدهما فتاة في يومها 5 من الإضراب عن الطعام واسمها هبة اللبدي، وخطاط فنان مبدع مصاب بالسرطان ويتعالج ليس له علاقة لا بالأحزاب بالسياسة من قريب ولا بعيد، واسمه عبد الرحمن مرعي، والصهاينة حكموهم إداريا. في يوم ما معاليك قتلوا أولادنا، رجعناهم القاتل في نفس اليوم. ألا يمكن أن نستفيد من الغبرة المسمى معاهدة السلام مرة واحدة لمصلحتنا؟ شكرا لك ديما طهبوب. وللأسف بالرغم التواصل اليومي مع الخارجية، إلا أن الغطرسة الصهيونية لا تنفك، تضرب بحائط بعض الحائط، ليس فقط معاهدة وادي عربة وإنما كل معاهدات الأسرى وحقوق الإنسان، وما زالت هذه المسمى بواحة الديمقراطية في الشرق الأوسط، وهي ليست أكثر من سرطان تستشفي وتستقوي على كل العالم. تابعت اليوم تحديداً حتى أحطكم بالصورة قبل ما أجي مع مسؤول القسم النيابي في وزارة الخارجية، فكانت المعلومات كالآتي: تتابع الوزارة بشكل يومي موضوع اعتقال هبة وعبد الرحمن، تم استدعاء القائم بالأعمال الإسرائيلي أو الصهيوني بالأحرى أمس، هذا الاستدعاء الثاني، تم استدعاء الشهر الماضي أيضاً في المرتين، تقول الخارجية طالبنا بالإفراج عنهما، تحسين للأسف هي جملة مؤلمة جداً، تحسين ظروف الاعتقال، احنا بدنا نحسن ظروف الاعتقال ولا بدنا نطلقهم أصلاً من الاعتقال، رفض أي معاملة سيئة تواجههم. قامت السفارة في يافا وتل الربيع اجتاز زيارات لهبة وعبد الرحمن، ويجري الإعداد حالياً لزيارة لأهلهما قريباً. الوزارة على تواصل يومي ومتابعة حثيثة. هذا ملخص من الخارجية، ولكن يبدو أننا نخفى جميعاً أنه في عامل لا يحتمل هذا الأخ والرد، ونروح كل يوم ونجي للسفير ونقول له تعال وخذني لأقول لك، في عامل اللي هو عامل الإضراب عن الطعام، وهذا العامل يهدد حياتهم بالخطر في معركة العمعاء الخاوية ومعركة الكرامة، فهذا عامل لا يحتمل عامل الوقت. الخارجية مطالبة اليوم والآن باتخاذ إجراء حقيقي في مواجهة هذا الصرف، إنه يا بنكب السفير يا بنستدعي سفيرنا وبنهدد كما هددنا في يوم ما أيام الملك حسين رحمة الله عليه، يا بنرجع أولادنا سالمين غانمين، يا هالاتفاقية مكبوبة زي ما إحنا كلنا كشعب كابلينها. رسالتي الأخيرة لأهل هبة، أنا دائماً لما ننظر في سير الشهداء والأسرى بقول فيهم إشي مميز غريب، فقلت خليني أشوف اسمها هبة أصلاً العيلة من اللبد، وكفر لبد في فلسطين سمي بهذا الاسم. خليني أحكي لكم بالضبط ليش سمي بهذا الاسم: بسبب ارتفاعه على الجبال وكثافة الأشجار التي كانت تغطي قمم الجبال العالية، واللبد بمعنى أقام في الأرض، اللي بيلبد يقيم في الأرض. لذلك هبة وعبد الرحمن وكل أسرانا وأهلنا هم المقيمون وغيرهم العابرين، وبإذن الله اليوم أو بكرة رح نحتفل بتحريرهم وتحرير فلسطين. يا دامي العينين والكفين إن القيد زائل، لا غرفة التحقيق باقية ولا زرب السلاسل. السلام عليكم. فضيلة هبة، لنتحدث ليس فقط، زملائي سبقوني بالحديث عن هبة وعبد الرحمن، لكن اليوم نتحدث
عن واقع أليم أن اعتقال هبة وعبد الرحمن قد كشفت صحيح عورة الكيان الصهيوني لمن لا يزال موقعاً على معاهدة العار، معاهدة وادي عربة وأوسلو، ولكن أيضاً كشفوا عورتنا نحن رسميين وشعبيين، وليس فقط في الأردن وإنما على امتداد الوطن العربي. الحديث عن هبة وعبد الرحمن يعني الحديث عن الأسرى، عن أسرانا العرب جميعاً، فلسطينيين وأردنيين وسوريين ولبنانيين، لبن والأسرى من العالم في سجون الاحتلال الصهيوني. هبة في اعتقالها وإضرابها وعبد الرحمن إنما يؤشرون على من وقع اتفاقية الغاز مع كيان الصهيوني، على من لا يزال يقيم علاقات مع الكيان الصهيوني. اليوم من هنا من هذه البقعة نرسلها رسالة إلى الجميع أن يعيد حساباته في كل لحظة التعب، في كل لحظة إضراب عن الطعام تخوضها المناضلة هبة. وعلى مدى ألم الكلام على أهل هبة، على والدها ووالدتها وأهلها وأخواتها، وعلى أهل عبد الرحمن لبن أهل 22 معتقل في سجون الاحتلال، لبن على أهالينا جميعا إلى قادة العمل المشروع الوطني التحرري الفلسطيني القادم في سجون الاحتلال الصهيوني. لتفعل الخارجية ما تريد، ليصرحوا ما يريدون. استدعينا ماذا استدعيتم؟ القائم بأعمال السفارة الصهيونية بعمان. اليوم المطلوب أن تضع الاتفاقيات على الطاولة مقابل أقل ما يمكن 22 أسير وأسيرة، أقل ما يمكن. لكن قبل كل ذلك علينا ألا نغادر حقيقة هذا الكيان الصهيوني العنصري الذي يستهدف عمان ودمشق وبغداد وبيروت والقدس ابتداء، ويعتدي يوميا على الوصايا الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية. إن باعتقال هبة سيبقى عار على كل النظام الرسمي العربي، كما كان اعتقال كل المناضلات والمناضلين سابقا. النظام الرسمي العربي الذي يندفع ليس للتطبيع مع الكيان الصهيوني وإنما للاندماج بالكيان. لماذا يجري التغطية على اعتقال هبة وعبد الرحمن؟ لأن النظام الرسمي العربي بالسر وبالعلانية يلتقي مع الصهاينة. لذلك صدر القرار اليوم بالتوقيف الإداري والحكم، لأن الكيان الصهيوني لا يعطي مالاً لكل النظام الرسمي العربي. نسأل الله لكم الصبر والصمود والثبات، ولها هذه الحرة العنيدة في سجون الاحتلال الصهيوني. أسرانا الأردنيون كلهم سطروا أروع البطولات في سجون الاحتلال الصهيوني، رغم الأحكام الكبيرة، رغم المؤبدات. الطفل محمد مهدي يقاوم في سجنه. نعم أسرانا في سجون الاحتلال الصهيوني مفقودين، أسرانا 22 أسير مفقودين المسجلين لدى اللجنة الوطنية للأسرى والمفقودين الأردنيين في المعتقلات الصهيونية، 30 مفقود هذا الذي سجل، ولا نعلم كم هناك مفقودين في سجون الاحتلال الصهيوني السرية وفي مقابر الأرقام. نترككم الآن مع الناشط في مجال الأسرى والإعلامي الأستاذ خضر المشايخ، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. لعلي أتكلم عن زملائي الإعلاميين الذين يعملون في هذا المجال، ولعلي أتكلم كذلك عن أهالي الأسرى في سجون الاحتلال. هناك 22 أسير و30 مفقود كما ذكر الأخ فادي. حقيقة أنا اللي حاب أتكلمه أن هناك لجان فاعلة في موضوع الأسرى وقامت بعدة خطوات في التعامل مع هذا الملف. حقيقة
الحكومة الأردنية منذ سنوات ألقت بهذا الملف جانباً، ربما بحساب ملفات أخرى، ولكن حتى مجلس النواب، وأنا أقدر الزملاء وأقدر الأساتذة الموجودين لمواقفهم المشرفة، لكن مجلس النواب حتى هذه اللحظة كان بإمكانه إما أن يعقد جلسة خاصة حول هذا الموضوع أو أن يحجب الثقة عن وزير الخارجية. يا جماعة، إحنا من أشهر ومن سنوات بعض الأهالي موجودين ويقارب اجتماعات مع وزارة الخارجية لأجل تنظيم زيارة جماعية. من عام 2008 ما تم زيارة الأهالي لأبنائهم. عمال بتحكي عن والد عبد الله البرغوثي وهو الآن في وضع صحي حرج. لا زالت عملية زيارة لابنه حتى يشوفه. طبعا عبد الله البرغوثي محكوم 67 مؤبد، والمؤبد الإسرائيلي معناه 100 عام، يعني 6700 عام. واتكلم عن منير مرعي، واتكلم عن محمد الريماوي، واتكلم عن مجموعة